فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت بالناس إماما وبعد السلام تذكرت أنني على غير طهارة فأمرت الجماعة بإعادة الصلاة. غلط. إذا كنت تذكرت وأنت في الصلاة تنصرف ولا تستمر فيها وأنت على غير طهارة، وتخلف من يصلي بهم أو تقول لهم انتظروا لما أجي. أما أنك تستمر وأنت على غير طهارة وتعرف هذا ما يجوز، حرام عليك. نعم، أعيد السؤال. يقول: صليت بالناس وبعد السلام تذكرت أنني. أما إذا لم تتذكر إلا بعد السلام فكما سبق صلاتهم صحيحة، وأما أنت تعيد الصلاة. نعم، كما فعل عمر رضي الله عنه. نعم.